زخات من الأمطار الرعدية على الرياض واستقرار الأجواء في منطقة القصيم وتنبيه من العواصف الرملية والتفاصيل بعد هذا الفاصل. إذن يستمر تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وبالنظر إلى خرائط الهطول الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب نجد وجود بعض فرص لتساقط الزخات الرعدية من الأمطار على مناطق شرق ووسط المملكة، أيضا مع وجود فرص لتساقط الأمطار في مناطق غرب وجنوب غرب المملكة. لذلك نود التنبيه من تشكل السيول المحلية في بعض المناطق، ونود التنبيه أيضا من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الغبار. وبالانتقال إلى درجة الحرارة المتوقعة لهذه الليلة في العاصمة الرياض، تكون الأجواء مغبرة ودرجة الحرارة تصل إلى 27 درجة مئوية وسرعة الرياح تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة. أما بالانتقال إلى درجات الحرارة المتوقعة في ثلاثة أيام القادمة، حيث تكون الأجواء السبت والأحد والاثنين متقاربة ما بين 35 إلى 36 درجة مئوية، أما ليلا فتتراوح درجة الحرارة من 24 إلى 23 درجة مئوية مع وجود فرص للغبار. ننتقل لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة في أغلب مناطق المملكة، ونبدأها من تبوك حيث تكون درجة الحرارة 32 إلى 18، في عرعر من 26 إلى 14، في سكاكا من 29 إلى 18 درجة مئوية، في مكة المكرمة من 40 إلى 26، في الطائف من 30 إلى 20 مع وجود زخات أمطار أو احتمال لزخات أمطار، أما في المدينة المنورة من 38 إلى 23، في جدة من 34 إلى 25 درجة مئوية، في أبها من 28 إلى 18، في الباحة احتمال لزخات أمطار رعدية درجة الحرارة من 25 إلى 18، وفي جازان من 34 إلى 27 درجة مئوية، في الدمام من 35 إلى 26، في الإحساء من 36 إلى 26، وفي حفر الباطن وجود احتمال لأمطار رعدية من 32 درجة مئوية إلى 20 درجة ليلا، وأخيرا في العاصمة الرياض من 26 إلى 27، في بريدة من 35 إلى 22، وفي حائل من 29 إلى 17. كانت هذه أبرز المعلومات الجوية الواردة لدينا، إلى أن نلتقي في نشرات قادمة. دمتم في أمان الله.